دي الحلقة الثانية من الرد على الإخواني من جماعة الإخوان المسلمين المدعو عبد الله الشريف المصري اللي هو بتلمع في ولا مادي قناة الجزيرة القطرية لأنه بيخدم خط القناة قناة الجزيرة الإخواني ويسب في السلفيين ويشهر ويمدح في الإخوان المسلمين وفي شيوخ الإخوان المسلمين كسيد غضب وغيره. وتكلمنا على الكلام ده في الحلقة الأولى والحلقات لسه ماشية أنا بشيركم، لكن الحلقة الثانية دي دارتنا أول نقطة واحدة بس من أخطر النقاط اللي قال عبد الله الشريف. طيب عبد الله الشريف يتكلم عن حديث الرسول، حديث منه يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو حديث صحيح مسلم في كتاب الإمارة من رواية حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، حديث طويل إلى أن قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. عبد الله الشريف قال عندنا حديث هنا مشهور جدا في الخطاب القديم، ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك أخذ مالك فاسمع وأطع، وهو في صحيح مسلم. قال اللي هو تسمع وتطيع لمين؟ للملك أو الأمير. قال ده اسمه الخطاب القديم. أنا بتكلم بجد ومش كده وبس، لا أنا من دلوقتي وقدامكم أهو هستغنى عن الخطاب الديني القديم ده وجايب لكم معايا الخطاب الديني الجديد. الخطاب ده الحقيقة كان فيه أفهام مغلوطة وكان بيضحك علينا فيها باسم الدين، بس الخطاب ده هيفهمنا معناها الحقيقي وقد إيه إحنا كنا مغفلين. مش أنتوا عاوزين تجديد؟ نوريكم إحنا بقى التجديد يكون إزاي. عندنا حديث هنا مشهور جدا في الخطاب القديم اللي هو اسمع وأطع لمين؟ للملك أو الأمير أو الرئيس. في الخطاب القديم علماء السلطان كانوا مفهمينا إن السلطان لو ظلمك أو اعتدى عليك أو اغتصب مالك هتقول له ايه؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عند الإخوان عبد الله الشريف يعتبر ده خطاب قديم، بعد ذاك زح ظريف وجاب ظريف تاني قال ده الخطاب الجديد، يعني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ده قديم وانتهى، شلنا برة عند الإخوان عبد الله الشريف وجبنا خطاب جديد لعبد الله الشريف وهو أفضل من خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام عند الإخوان عبد الله الشريف. الكلام ده يا جماعة رد عن الإسلام وكفر بالله، لكن أنا ما بقول عبد الله الشريف الفانيلا ده كافر أو مرتد إطلاقا، لأنه نحن في منهجنا كأهل سنة وجماعة بنفرق بين القول الكفر الذي قاله القائل وبين القائل، لأنه القائل ده عشان يكفر عند العلماء جميعا إلا بيتوفر شروط وانتفاء موانع، ومن الموانع الجهل والتأويل وغيره 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 وغيره. فالرجل ده قد يكون جاهل، احنا ما بنكفره، لكن انا بقول الكلام ده رد عن الإسلام. وليه انا بقول كده؟ عشان ما في واحد مسلم يمشي يغتر بهذا الإخوان الجاهل ويقول نفس الكلام ده، يقول كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر كلام قديم ما نافع معانا، ونحن جبنا كلامنا الليلة الجديد الأحسن من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام القديم، والعياذ بالله. تعالى الله عما قال هذا الإخواني علوا كبيرا. اعلموا أيها المسلمون إن الإنسان الما بيحكم كلام النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أقسم بنفسه وبربوبيته ونفى عنه الإيمان. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون، هذا القرآن يا جماعة، فلا وربك، ربنا يقسم بربوبيته بنفسه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن ده منهج الإخوان المسلمين، النص إذا جاء في القرآن وفي السنة لو ما عجبهم بيردوا بيضربوا عرض الحائط والعياذ بالله، والنص إذا جاء في الكتاب والسنة حتى لو جاء في السنة وكان ضعيف أصلا يصححوه، عارفين إنه ما صحيح
عشان بيخدم خطهم. ليه؟ لأنه جماعة الأخوان المسلمين عندهم الغاية تبرر الوسيلة، الغاية عندهم الوصول لكرسي السلطة، فالغاية دي السلطة دي تبرر الوسائل كلها. لو كفر بيحللوا عشان يصلوا للسلطة، لو قتل بيسووا عشان يصلوا للسلطة، لو إلحاد بيسووا، لو مشاركة مع اليهود مع النصارى زي القرضاوي ما قاعد يعمل، وزي ما حسن البنا كان بيسوي مع الصوفية ويزور معهم الموالد ويمشي يتبرك بالقباب والأضرحة ويفعل الأفعال الشركية. ليه؟ عشان يصلوا للسلطة ويجمعوا الناس، اسمه منهج تجميعي. لكن يا جماعة ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بغض النظر عن أي حاجة. الرسول قال اسمع وأطع للأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ربنا قال عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وربنا قال عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فده وحي. الكلام اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ده وحي. والناس اللي خالفوا التعليمات النبوية دي الليلة وخرجوا على أمرائهم وحكامهم كلها فشلت. عندك سوريا دي أقرب مثال، عائلة الحاصل فيها شو؟ ما هو الذي حصل؟ ترتبت عليه مفاسد عظيمة ومفاسد كبيرة جدا. الحاكم لو كافر بيجوز الخروج عليه، وإذا كان كافر كفري بواء عندكم فيه من الله برهان بعد إعداد العدة والأمن من حصول المفسدة الأعظم من مفسدة بقائه. العلماء وضعوا شروط لو كفر الكفر البواء الحاكم. أما لو مسلم وظالم تسمع وتطيع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فده الدين يا جماعة. لكن الأخوان المسلمين ما يعجبهم الدين، والله الذي لا إله غيره، ويشيلوا الحاجات من الدين الما بتوافق أمخاخهم وهواهم والعياذ بالله. الكلام اللي قاله عبد الله الشريف ده من أخطر الكلام. وفي نفس المقطع ده ذاته تاني ضرب حديث نبوي صحيح رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج أحاديث كتاب السنة، ورواه ابن حبان ابن خزيمة في صحيحه، ورواه غيرهما. وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. قال الخطاب ده عبد الله الشريف الإخواني، قال الخطاب القديم كان مفهمنا إن طاعة الرئيس من طاعة الله، وإن معصية الرئيس من معصية الله. الخطاب القديم ده كان مفهمنا إن طاعة الرئيس من طاعة الله، وإن معصية الرئيس من معصية الله. ده ما خطاب قديم يا عبد الله الشريف، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إما تكون جاهل ما عارفه ده كلام الرسول، وإذا كنت جاهل ما يفضل تتكلم للعامة وتعلم الناس وتعظ الناس وعمل لك 600 حلقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، فقال إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فما يجوز تتكلم في أمر العامة وإنت جاهل وتافه، ده واحد. أما إذا كنت عالم إنه ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول ده خطاب قديم، فده كفر بالله. لكن كيف تقول كلام النبي عليه الصلاة والسلام قديم يا أخي عشان تخدم لك أجندة بتاعت جهات معلومة إن بتدعم فيك وتشتري لك في الفنايل دي عشان تقعد تضرب في السنة وتقعد تأمر الناس بالخروج على الحاكم، وقاعد تنطط، ويوم جاي زي الأرجوز، ويوم جاي زي البهلوان، ويوم جاي زي الطفل وزي العوير لابس لك نظارة بتاعت ما بعرفه كيف. ده كلام فارغ ساقه، تتهابل وتتعاور عشان تضرب حديث النبي عليه الصلاة والسلام عشان أموال أو لعاها من الدنيا قد يكون بتتغاضاها وتتعاطاها. يا أخي والله ربنا يسألك من الكلام ده، أنا أنصحك وأعظك في نفسك وأقول لك اتق الله، وقف الباطل اللي انت شغال فيه ده. ربنا بيسألك، ربنا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شو انت كم حلقة الآن بتقولها وبتنصر بها في الباطل، وكم بشر الآن من المسلمين بتضلل فيهم، وربنا بيسألك من الكلام ده. ربنا قال ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ربنا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ربنا بيسألك من الكلام ده، والعمر قصير والله.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.